يهود السودان الجميل يعني اللي شفناه في جبل قلبه يعني بكل التفاصيل السمحه دي والتعايش السلمي على اصوله، ونتمنى انه دائما ينعم السودان بالامن والاستقرار. نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي، ونتجه الان صوب ولايه نهر النيل مع زميلنا مراسل قناه الشروق الفضائيه عصام الحكيم، لنقف على اخر التطورات هناك جراء الفيضانات والسيول. اهلا وسهلا عصام، صباح الخير. صباح الخير حمزه، وصباح الخير على مشاهدين قناه الشروق، وتحايا لك وللزملاء داخل وخارج الاستوديو. اهلا وسهلا. من خلال قناه الشروق ايضا شفنا التقارير المختلفه، طبعا شفنا المناطق المتاثره جراء الفيضانات، فنتكلم عن الوضع الطبيعي او الوضع الان، يعني هل هنالك يعني دعم سواء كانت الجسور الجويه التي اتت من بعض الدول الشقيقه وزعت بالصوره المطلوبه طمئنا؟ نعم، حكم الاضرار لهذا العام مقارنه بالتدخلات الانسانيه، التدخلات الرسميه، التدخلات الشعبيه، يمكن الفارق كبير جدا والفجوه كبير جدا. حتى الان لا يمكن ان نتصور حقيقه حجم الدمار الذي لحق مقابل حجم الدعومات التي قدمت على الارض، لان المناطق المتاثره جغرافيا هي متعدده متباعده. نكاد نقول نتحدث عن كل الولايه، كل الولايه بكل المحليات، ولذلك التغطيه الجغرافيه، التغطيه الجغرافيه تكون تحتاج حقيقه الى ايادي عديده، تحتاج الى اليات كثيره جدا، تحتاج الى تدخلات من جهات عديده يعني، ولذلك لا نستطيع حقيقه ان ننقل صوره لحجم المساعدات فيها شيء من المقاربه مع مقارنه بحجم الضرر الذي وقع على الاسر المنكوبه. نحن نتحدث على ما لا يقل عن اكثر من 3000 اسره تضررت حقيقه في المساكن لهذا العام. 1700 منزل على اقل تقدير، على اقل تقدير هذه دمرت تدمير شامل، مقابل حوالي 930 منزل تضررت تضرر جزئي. هذا مؤشر فقط الى ما يقارب 3000 اسره هي الان تحتاج الى معونات عاجله فيما يتعلق بالغوث بالدعم للجده جرى الضرر. هذا الخلاف الضرر الواقع على المرافق العامه الحكوميه وغير الحكوميه، هذا الخلاف الضرر الواقع على المزروعات، الاراضي الزراعيه، المغروسات، ما الى ذلك، وبالتالي حجم الضرر حجم الماساه كبير جدا. الواقع ان خريف هذا العام معظم الاضرار جاءت من النيل على غير العاده، يعني كنا نتوقع امطار وليان من اقصى شرق الولايه، من جبال البحر الاحمر، من سهول البطانة، من أقصى شرق الولاية، لكن هذا العام تحديدا التحديد المباشر تمثل في النيل. نهر النيل كان من الممكن أن تكون السيطرة عليه حسب التجارب السابقة ممكنة، لكن مناسب الفيضان كما أشير وكما ذكر دائما أنها تجاوز كل المقاييس السابقة، باعتبارنا نتحدث عن فيضان للنيل لم يحدث لأكثر من 100 عام، وبالتالي الاستعدادات والتحضيرات قد تكون مقارنة بحجم الفيضان هي ضعيفة وهشة، ولذلك تأثرت كل الجزر الواقعة على النيل تأثر متفاوت، لكن التأثير كان بالغ كبير. هذا بخلاف القرى الواقعة على الشريط النيلي، على امتداد الولاية أجمل، على امتداد الولاية أجمل من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. أها. طيب عصام، نحن أمس كان في تصريح لسعادة الوالي عن انه كل الجهد المقدم هو جهد شعبي خالص، حتى التفاصيل والايواءات اللي بتجي من الجهات الرسميه هي بالصوره المطلوبه، لانه الدوله تعاني كثير جدا من التفاصيل الاقتصاديه. فحجم الاضرار اللي الان احنا شايفينها في الشاشه واللي ظهرت عبر الاجهزه الرسميه وايضا عبر القنوات الخارجيه، كيف ممكن نصل لهم ونقدم لهم يد العون يعني؟ وهل الحصر ده كله حتى بالنسبه للجزر الداخليه؟ يعني احنا بنشوف انه الفيضان ده ممكن يخلف لنا كثير جدا من الاثار، يعني حتى لو ما كان مواد ايواء فقط بتكون مواد صحيه، يعني مع انفجار النيل بيخلف تفاصيل مختلفه من الاوبئه. يعني على ذكر حمزه الجانب الرسمي لابد ان نشير اشاره واجبه، لان الان وصل الولايه وقت عالي مستوى عضو المجلس السيادي البروفيسور صديق تاور بمعيه سيده واليه ولايه نهر النيل. هذا الوفد الان في زياره حقيقه وتفقد ميداني لكل المناطق المضطره لكل المحليات. الان بدا الوفد زيارته من اقصى جنوب الولايه، من المناطق المتاثره في جنوب شندي منطقه المسابير، وكذلك محليه شندي، والمؤمل ان يغطي كل الولايه.
المحليات السبع، وكذلك منطقه نهر عبره التي ايضا حاول فيها اضرار جراء فيضان نهر عبره. هذا الحديث يمكن ان نقول انه محتاج التدخلات الانسانيه، وحتى يرتفع ترمومتر الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي. يحتاج حقيقه الى 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 عكس الصوره، لان الفيضان الان والاضرار الواقعه على الولايه حتى الان نتحدث عن فيضان مستمر، لذلك الاحصاءات المتحركه تدل الخسائر المتحرك. لا يمكن حقيقه ان نقول ان هناك رقم تحدث بعينه او محددا هو حجم الخسائر. كل طيب. يوم المراتب بتزيد في احصاء، ولذلك حجم الضرر متوقع ان يمثل ذلك يعني. طيب هل في يعني اشارات اخرى، لانه في مناطق مثلا على حسب التقدير لارتفاع مناسيب النيل ممكن برضه يحدث لها ما حدث في بقيه المناطق يعني؟ بالتاكيد، لان هناك الكثير من القرى الواقعه على الشريط النيل هي كانت يعني بعيده عن اي تهديد مباشر للنيل في السنوات السابقه، لكن هذا العام طال التهديد. حتى المناطق التي تاثرت لهذا العام هي مناطق حقيقه كانت خارج خشابات مرتفعه طوال ارتفاع المدى الغذائيه، لكن طال التاثير وطال الضرر. الامر قد يحتاج حقيقه الى مزيد من التدابير، الى عين يقظه، الى تدخلات من كل المنظمات من الدفاع المدني الى القوات النظاميه، كلها الان يجب ان تكون على الميدان. واعتقد ان هناك ذلك ان ولايه نهر النيل وجهت المجانيه الى مجاني القواري في الوقت الحالي حتى تتجاوز الولايه هذه المحنه والكارثة الطبيعية. طيب نحن زي ما عارفين انه الان السودان منطقة طوارئ وكوارث، الجهد المقدم كله يجب انه يتم تكريس كل المعينات لخدمة من تأثروا، لكن لو في اشارة ايضا انه حتى المساعدات اللي بتجي الخارجية، شنو الحوج الرئيسي هنا خلاف الخيم، خلاف المأوى والتفاصيل الغذائية يعني؟ والله يا حمزة احنا اذا كان نتكلم بطريقة واقعية جدا وبتفكير مستقبلي، يجب ان يعاد النظر حقيقه في الخارطه التقنيه لولايه نهر النيل بالذات، انها ولايه هي تعيش على الشريط النيلي. وبالتالي يجب حقيقه التفكير مستقبلا وبعقل مفتوح للتخطيط لهذه المدن وهذه القرى خارج اطار الشريط النيلي. كيف بيتم التعويض؟ حسب التصريحات الرسميه من حكومه الولايه ان هناك مخططات تقنيه يمكن حسبت مثل هذه الاحداث، حسبت مثل هذه الاضرار لبعض القرى والمدن. والان بدا بعض القرى وبعض المناطق المتضرره والمنكوبه تسليم على الارض القطع السكنيه الخاصه بهذه القرى المتضرره. على سبيل المثال مثلا جزيره كرمي هي الان تم تسليم كل مواطن متضرر، هذه الجزيره طبعا غمرت كامله، وبالتالي تم تسليم اي مواطن متضرر في المخطط السكن الذي اعد مسبقا حقيقه لهذه الجزيره، تم تسليم قطعه الارض، تسليم خيمه، وبدا حقيقه التجهيز للصف الصحي مثلا على الاقل المرافق الصحيه المسالك يمكن ان تعين المواطنين في بدايه تهجيرهم لتلك المنطقه. هذا المثال يمكن ان يقرر على بقيه المناطق. انا اعتقد ان كثير من المناطق التي تضررت تم التخطيط لها في مناطق مرتفعه في مناطق امنه، لكن لم يتم التنفيذ. ربما الاشكالات تتعلق بالخدمات، ربما تتعلق بالمسح الهندسي، ربما تتعلق بقناعه المواطن ان التهجير من المنطقه التي يسكن فيها بالقرب ميل الى منطقه اخرى امر مستحيل، وكان كل المواطنين الذين تضرروا يعتقدون ان مناطقهم لم تتضرر باي حال من الاحوال، لكن هذا العام نظام ميل يعني قدم درس بارز جدا لكل الذين يشككون في امكانيه تاثر مناطقهم قراهم من فيضان الميل، سواء كان في السنوات السابقه او السنوات المستقبليه. الان هذا التهجير وهذا التامين اصبح امر قاسي، ولذلك على الحكومه مع الجهات الشعبية مع أعيان القرى أن تتبنى حقيقة تأمين هذه القرى في مناطق بعيدة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية التي يمكن أن تشجع وتحفز المواطن للتهجير. كذلك أيضا لا بد من الاستفادة من قدرات ولاية نهر النيل الكبيرة جدا مثل شركات التعدين، هناك شركات عديدة وكثيرة هي مقتدرة، شركات الأسمنت القطاعات الاستثمارية يمكن أن تساهم في إعانة المواطنين على الأقل بتشييد غرفة، وبالتالي يمكن تتحمل المواطن البقيه من منزله او مخططه السكني. ولذلك التدخلات يجب ان تكون من اكثر من ذراع، من اكثر من جهه، وبالتالي يمكن ان تسهل هذه العمليه، وهذا تفكير مستقبل. لكن في الوقت الحالي، في الوقت الحالي المساعدات التي يمكن ان تقدم على الاقل هي الخيام، تامين اي مضاعفات للوضع الصحي، لان اذا كان حدث بشكل كارثه صحيه كبيره جدا. كذلك المعونات الغذائيه، لان معظم الاسر فقدت يعني حقيقه ممتلكاتها، فقدت مزارعها مغروساتها، فقدت يعني مؤونتها الحاليه، وبالتالي هذا الدعم واجب جدا في الوقت الحالي.
الكفاءة لواء ونحن مسؤولين على فصل الشتاء، هذه كلها أشياء يمكن أن تضع في الحسبان والاعتبار، ونعمل بتطور الجهود. الإعلام له دور كبير جدا حقيقة في هذه المشاهد والصور حتى تصل إلى أقصى ما يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنه الدعم الداخلي وأيا كان لم يفي ما لم تتدخل المنظمات الإقليمية والدولية والدول العربية الشقيقة بالضبط في إسناد هذا الأمر كما حدث في الكثير من الدول وكما حدث في سنوات سابقة. طيب عصام، يعني سريعا كذا فيما يخص الطلبة الممتحنين لامتحانات الشهادة السودانية، كثير جدا من المناطق والقرى أكيد في طلاب ممتحنين، كيف بيتم الترتيب حتى أن يوصلوا لأماكنهم بالصورة المطلوبة، خاصة أنه في مدارس يعني مع الفيضان تأثرت؟ سريعا. نعم بالتأكيد، أمس الحقيقة تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم وأطلعنا نتعاون أن الكثير من المدارس الثانوية هي لحد ما مؤمنة، حتى إذا كان حصلت أي اشكالات في الايام القادمه هناك تدابير يمكن حقيقه تعين الوزاره في ثلاثه اي اضرار. نامل ان تاتي الامور على خير وربما نجيب العوامل السليمه، لكن حقيقه كل الاحتمالات وارده، لكن نامل ان يتوفق الله في الولايه والسودان اجمع ان شاء الله. من ولايه نهر النيل مع مراسلنا عصام الحكيم، شكرا جزيلا على كل الافادات اللي قدمتها لنا من خلال دفقنا المباشر والحي. إذا نتواصل معكم مشاهدينا في رحلة البحث.